بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار ومن أبرز العناوين. فخامة رئيس الجمهورية يعزي نظيره التركي بضحايا زلزال إزمير. الجيش الوطني يجري عملية عسكرية في محافظة هيران. نواب برلمان ولاية هيرشبيل يؤدون اليمين الدستورية اليوم. أما الآن فأهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ومعكم إبراهيم أزهري. عز فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو نظيره التركي رجب طيب أردوغان بضحايا زلزال إزمير الذي وقع بعد ظهر أمس الجمعة. وقال فخامته في برقية تعزية بهذا الخصوص: إننا تابعنا بتأثر كبير أنباء الزلزال المؤسف الذي ضرب مدينة إزمير ومناطق أخرى غرب تركيا الشقيقة، وأدى لوقوع العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب التركي الشقيق، إضافة لوقوع خسائر مادية جسيمة. وقدم الرئيس باسم جمهورية الصومال وشعبها وباسمه شخصيا أحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية، وأكد وقوفه إلى جانب جمهورية تركيا في هذه الظروف العصيبة. وأعرب سيادته عن أمنياته بأن يمن الله عز وجل على الضحايا بواسع رحمته وعلى المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ تركيا وشعبها بكل خير. أجرى الجيش الوطني عملية عسكرية ضد ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة هيران وسط البلاد. ونفذت الكتيبة الخامسة للفرقة 27 للجيش الوطني العملية المخططة التي جرت بين مدينتي محاس وبلدوينة بهدف تصفية فلول ميليشيات الشباب المتطرفة من القرى التي يتحصنون فيها. وأكد قائد أركان الكتيبة الخامسة العقيد عبد الله بره أنهم سيحررون جميع المناطق الريفية من فلول ميليشيات الشباب المتمردة التي تفرض معاناة على المدنيين الأبرياء. وأشار العقيد عبد الله بره إلى أنهم لن يقاتلوا الإرهابيين فحسب، بل سيقاتلون قطاع الطرق، محذرا في الوقت ذاته من أنهم سيتخذون إجراءات قانونية ضد أي شخص يتم القبض عليه في هذه الجريمة. من المقرر أن يؤدي النواب الجدد لبرلمان ولاية هيرشبيل اليوم السبت اليمين الدستورية في مدينة جوهر عاصمة الولاية. وسيشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية مسؤولون في ولاية هيرشبيل وأعضاء اللجنة الفنية لاختيار نواب البرلمان. وبعد أداء اليمين الدستورية سيتم إجراء انتخابات رئيس برلمان ولاية هيرشبيل خلال اليومين المقبلين. وكانت اللجنة الفنية لاختيار نواب البرلمان الثاني لولاية هيرشبيل قد أعلنت مساء الثلاثاء الماضي عن قائمة النواب والمكونة من 90 عضوا. أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 20 قتيلاً و786 جرحى. وقالت آفاد في بيان الجمعة إن المنطقة شهدت 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات عقب الزلزال الذي ضرب بحر إيجا قبالة سواحل قضاء سفر حصار في ولاية إزمير. وأضافت أن المعلومات الواردة من مركز تنسيق الكوارث تشير أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 20، أحدهم توفي غرقا، فيما وصل عدد الجرحى 786. وفي وقت سابق الجمعة ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات ولاية إزمير غربية تركيا وفق بيان لأفاد. وأضاف البيان أن مركز الزلزال في بحر إيجا على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفر حصار وعلى عمق 16.54 كيلومترا. انتهت النشرة، في أمان الله.